جماعه يا اخي رانا استقبلناكم عده مرات واستقبلكم حتى السيد الوالي. انتم مواطنين بلديه مزغران يعني راح تشوفوا ان شاء الله ربي يحيينا القائمه. اذا شفت اسمك في القائمه معناها راك مقبول اكثر من الناس. تشوف واحد في القائمه وما تسجلش اسمك راح تلقاه مقبول اكثر منك. ولكن باه نديروا الناس اللي ماهيش مغبنه والناس المغبونين نخلوهم ان شاء الله هذا الشيء ما يكونش باذن الله. وهذا التوفيق من الله. مواطنين وملفاتكم فعلا طلعنا على ملفاتكم، ملفاتكم راهي قديمه وراكم تحسوا روحكم مغبنه. واحنا يعني عده مرات رانا حفظنا اسماء، حفظت اسماءاتكم يعني تلمو راني استقبل فيكم دائما عبد الرحمن عائشه مصطفى فلا يعني نعرفكم وتعرفوني. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب قناة وي بي سي أوراس اللي من خلالها ومن خلال هذه القناة هذه المحترمة أنه ننقلوا انشغال المواطنين اللي تم استقبالهم منذ لحظات. هذه مجموعة من المواطنين تاع بلدية مزغران اللي كان انشغالهم هو السكن الاجتماعي وين تم استقبالهم عدة مرات على كل حال. وكان الانشغال تاعهم أنهم مواطنين عندهم ملفات قديمة وما تمش إدراجهم في القوائم السابقة لانه فعلا كانت بلديه مزغره ما استفادتش يعني فعلا من حصص سكنيه كبيره الشيء اللي موجود. الا انه هذ المواطنين تم استقبالهم مؤخرا من قبل السيد والي الولايه وين طرحوا عليه انشغالهم وين كانت حصه سكنيه مؤخرا. يعني تفضل السيد الوالي واعطى بلديه مزغران حصه سكنيه بارابور يعني البلديه تاع الولايه ككل. يعني بلديه مزغران نقدروا نقولوا باللي دات حصه معتبره من هذه الحصه تاع الولايه هذه. وحنا استقبلنا هذ المواطنين وقنعناهم وقلنا لهم الاجراءات راهي ساريه وان شاء الله الانسان اللي محتاج واللي مغبون راه ان شاء الله يستفاد. وشنو كمجتمع مدني وكلجان احياء وك منظمات وكذا هما ثان يقوموا بمعاونتنا وبه ان شاء الله نتفقوا جميعا ونتعاونوا جميعا وبه القائمه اللي نفرجوا عليها وتكون قائمه تاع السكنات يعني ترضي الجميع. يعني على الاقل ما يكونش الخطا فيها كبير كيكون الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما خاب من استشار. وحنا كي نشاوروا الناس كامل ونشاوروا عدد كبير من الناس ان شاء الله تكون قائمه اللي يرضى عليها ربي ويرضى عليها العبد وان شاء الله الانسان المغبون اللي يستفاد. وبارك الله فيكم.